يلا. هذا بوي الحلقة الثانية. اليوم نسوي طبخة دلوعة جدا، طبخة فرنسية أكلتها في دبي وأبو ظبي في مطعم اسمه تاشا. هو تاشا في ساوث أفريكا بس ما أدري ليش حسيتها فرنسية، هي أضافتي من عندي. فنقول بسم الله. طبعا هي ميزتها إنه فيها خضار كثير ومعها مشروب، صدور دجاج، كريمة الخفق. فنبدأ. في نظريات كثيرة على المشروب، نغسله قبل ما نقطعه ولا ما نغسله؟ أنا مع نظرية لا تغسله. طبعا في ناس ما ياكلوا مشروب، ما أدري ليش. هو عبارة عن فطريات. فالحين السؤال اللي دائما نسأله، هل الفطر عبارة عن خضار ولا فواكه؟ حط الإجابة تحت. كيف بس أنا أقلد المشاهير حط الإجابة تحت. الفطر خضار. سؤال مهم، هل ينفع في الكيتو ولا لا؟ أكيد ينفع في الكيتو، كل أنواع تنفع في الكيتو. بعدين نسوي الشبت. الشبت بالعادة يستخدموه مع السمك، المرة يجروه على الدجاجة. كذا أكلتنا. شب شب شب. ممكن يقطع زي كذا، تحط يدك فوق هذا لكن لا تقطع اصبعك. 30 بصل اخضر، احب اشيل البدايه هذه تكون دائما فرطانه. نبدا نسوي الباقي. بصل اخضر 60، بارسلي، هذا بقدونس ولا كزبره. عندنا بارسلي 40 جرام، 40 جرام بارسلي، بارسلي ايش حركات الدلادل، 40 جرام بقدونس، 30 جرام شبت، 60 جرام بصل اخضر، مشروم، ما الفشل العلمي، ما الفشل، نسيت الثوم، اهم شيء في الحياه الثوم، عندي 3 صوص ثوم. يا راجل والله ما اردكم. 4 فصوص. كيف نقشره؟ نحطه. جاهز. قطعه اصغر. اربع فصوص ثوم. دجاج نص كيلو. في نفس الوقت احتاج باف بيستري جاهز. اطلعه برا. اوه هنحتاج باف بيست. هنحتاج باف بيستي. جهزه ياخذ تقريبا 20 دقيقه في الفرن. فاول ما ابدا الطبخه احطه في الفرن قبل ما يستوي نكون احنا جاهزين. الكاميرا شغاله؟ شغاله. فنبدا نطبخ. بالضبط بالضبط، يعني هم لازم ياخذ ساعه نص، ساعه ونص ولا يخسر الدجاج. عندنا نملحه، فلفل اسود، بودر الثوم بالعربي. طيب نبدا الطبخه على نار وسط. نحط زبده، نحط معاها شويه زيت زيتون. طب مشروم، اوتش حرك، شويه بودر الثوم، وقليل من الملح طبعا لين ما يصير لونها بني غامق. لسه لونها فاتح الحين. كرمل اشيله، شوية زبدة ومعاها زيت زيتون. بسم الله. بس ابغاه يكون زيادة. بعدين نسوي فتحة في النص صغيرة كذا، وهنا ارمي الثوم. الحين الطبخة هتصير تعرفية. أول ما يلين الثوم أبدأ أرمي الخضار. بقلب
طبعا صار لونها اخضر، لا تشيلها الوضع هيك تمام. بعدين ارجع المشروم نعطيها شويه كذا لما تلين. بعدين عندنا كوب كريمه، هنا الكالوريز كلها هنا هنا هنا. نحط الكريمه وهدي النار، خليها تطبخ على نار هاديه. الباب بيستري جاهز. بس حار. معنا جيب ترموستات واحطه على اكبر دجاجه عندي، ولما توصل على 160 تكون طبخت. اذا حسيت المرقه بدات تذوب بسرعه ممكن ازود نص مكعب ماجي عليها. وانا اخترت هنا ماجي اللي هي قليله الملح. طبعا ما لازم واحد يخترع، ما كلها تنحرق. بس ما ازودها كلها، ازود شوي شوي. طيب كذا خلصنا الطبخه، طبختنا جاهزه. عندنا الباف بيستري، الباف بيستري ممكن نجيب المربعات او نجيبها شكل السداسه. الاكله هذه اسمها شيكن فوفو فو اظن كذا. المهم خلاص كذا جاهزين، نجي ناخذ شويه دجاج ونحشيها عليها في الوسط كذا. الله الله الله، وشويه حواليها كذا ايوه. بعدين ناخذ شويه مرقه. في قلبك هلا بوي. كذا خلصنا طبختنا، استاذنكم وراح اكل.